ماشية بالعربية ولقيت حاجة بتتحرق، بعد كده لما ركزت لقيت واحد واقف بفرنه. واقف بفرنه؟ بفرنه؟ اه بالفرن يعني. يعني واقف عشان يشوي الذرة. يشوي الذرة. اتفضلي اتفضلي يا حضرتك. رحت له لقيته بيبيع حاجة منقطة، فقال لي ان دي الذرة. بعد كده عرفت ان هي كورن، جريلد كورن. كورن كورن ايه؟ ذرة مشوي. ده ذره مشوي عند اجانب بقى، اجانب. اتفضلي اتفضلي. فطبعا حبيت اجرب كالعاده، بس في حاجه استغربتها، ان ازاي كورن مش بتتحول بوب كورن. كورن وبوب كورن؟ يا سلام لو الواحد كان قاعد في حصه الانجليزي ما كتش من عصور، كان زمانه فهم الكلام اللي بيتقال. يا ريت حد يبقى يقول لي ايه الكورن والبيك فورن اللي بيقولوا عليه ده. جبت 3، الواحد ب50، شكله منقط. الواحد ب50 ده كده عمل معاك الجلاشة. اسمه ايه ده عشان نبلغ عنه؟ الواحد ب50، الواحد ب5 جنيه، لكن ب50 ده انت شاطر قوي، ده انت وقعتك سودة. كان مغطيها ببطانية خضراء عشان تحتفظ بالجوزز اللي جواها. طعمها لذيذ قوي، محتاجة شوية اسود فلفل وملح. تعتبر من احلى الفواكه اللي جربتها. فواكه؟ هي تمشي فواكه، مش هتقول لا. اتفضل اتفضل. وفضلت سخنة لفترة كبيرة، حتى وانا باكلها كانت بتتحرق. كان نفسي ارجع للكورن جاي واقول له بجد لازم يفتح فروع تانية. كان سوبر طيوب واداني واحد فور فري. ما هو لازم يديكي واحد فور فري، اكيد ضميره نقح عليه. 50 جنيه في 3 ب 150 جنيه، ما يديكيش ليه واحد فري؟ اسمه ايه الولد ده؟